شكراً شكراً لعازف الكمانجة الممتاز ولينا فرحانة بيه برشا وعطانا برشا أجواء جميلة من أبرز العازفين على آلة الكمانجة عتيل معاوية. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، هذا موعد جديد ومتجدد يجمعكم وكامل فريق منوعة ليالينا. كالعادة في بداية منوعتنا نحب نحيي فرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك، تحية ليهم. جي جي تاسوس، الجمهور اللي موجود معانا اليوم. وننطلق أكيد بعد هالمعزوفة الجميلة إن شاء الله يقدمها لنا عتيل بالترحيب بضيوفي، سعيدة جدا اليوم باستضافته من أجمل الأصوات التونسية، حبيتوه من خلال وعرفتوه من خلال زادة برنامج أرب أيدول، يعني ما تحسوا يغيب على شاشة التلفزة ولكن كي يغيب راهو يخدم ويقدم جديد ويقدم الانتاج اللي خاص به في كل مرة، واليوم شي سمعنا جديد. وأكيد سعيدة جدا باستضافة الفنان المتميز محمد بن صالح. مرحبا بك. سعيدة جدا اليوم بوجودك. غيبة يا محمد. غيبة اللي ديما من ناحية 3 سنين راكم تاع كورونا ذوكم. صحيح، لكن تلفزيا غبت علينا شوي. تلفزيا اي نجم نقولوا شويه مش برشا، وهنا تو رجعنا ان شاء الله، رجعنا من باب الكبير من بالجديد اللي ان شاء الله تو نستمتعوا به من بعد. مرحبا بك. بيك عايش. مرحبا. الى جانبه فنانه هي اكتشاف، ما تعرفوني انا ديما نبدا نفركس هكا في سوسه في صفاقس في كل مناطق الجمهوريه على الاصوات الجميله، هي اكتشاف لانها صوت جميل ومظهرها ايضا جميل، محلاها على محلاها تو تشوفوها، والاهم من هذا الكل انها ابنه المرحوم الملحن القدير احمد القلعي. مرحبا بها اكيد الفنانه اميره القلعي. مرحبا يا اميره. وبيك ندى يا عايش. ميرسي. مرحبا بيك. فضلك يا عايش. سعيدة بوجودك معنا اليوم. أنا زيدة سعيدة بوجودي معكم. تلفزيا أول مرة أميرة؟ في العمر هذايا أول مرة. أول مرة. كان وقت كنت صغيرة تعديت، أما دوبي لي الحقيقة. أما عندك توا سنوات ما ظهرت. سنوات ما ظهرت شيء. أكيد السادة المشاهدين باش يكتشفوا هالصوت، وللحديث بقية إلى جانبك عازف الكمانجة اللي قدم لكم معزوفة من تلحين وبلد. هكا ولا مرحبا بيك. عايز. العازف المتميز عتيل معاوي. مرحبا بيك يا عتيل. بيك اكثر. مرحبا بيك بحذاكم. يعيشك. مرحبا بيك في الدار الكبيره. عايشك. والى جانبه كانت موجوده معنا، هي كانت ملكه جمال ولا زالت ملكه جمال العرب تونس، طلعت لمصر كانت تذكروا جات بحذانا، تعرضت لبرشا ضغوطات برشا تنمر، لكن الجميل فيها انها تحديت هذاك الكل وجابت تيتر شرف بلادها، وهي سفيرة الجمال العربي من مصر من القاهرة بالذات. سعيدة جدا باستضافة خلود قاسمي. مرحبا بك يا خلود. عايشك مدام. ومبروك. بيك فيك عايشك. مبروك رجعت لنا. العزيمه والصمود هذيك الحاجه بها فيا، معناتها انا انسانه ما عندي عزيمه واراده، وتحديت برشا حاجات كما انت كنت تقول معناتها، ومشيت وربحت وهزيت تيتر كما سفير الجمال العربي. وللحديث ايضا بقيه طبعا. لكن توا خلينا نسمع الصوت الجميل نتاع محمد بن صالح قبل ما نسمع جديدك، شنو تقدم لنا توا في بدايه النوع؟ نقدموا كوكتيل جورج وسوف. جورج وسوف بصوت الفنان محمد بن صالح. Thank you.
والله
سلطان. يعطيك الصحة على هذا الأداء المتميز لكوكتيل جميل لجورج وسوف. وعنا برشا مايسترو أنور المبروك، عنا برشا على جورج وسوف. تعرف شكون أكثر واحد توا زاهي لهنا في البلاتو من أكبر العشاق للفنان جورج وسوف؟ هو مهدي جورجينو. زميلنا مهدي جورجينو اللي نوجه له تحية ونهدي له كل الاغاني. يعطيك الصحة. عايشك الله يخليك. يعطيك الصحة على الأداء، شكرا لفرقتنا الموسيقية يعطيها ألف صحة اللي صاحبك عطي البكري في المعزوفة وتوا عزفت لنا أجمل الألحان. جيتنا اليوم بجديد، إن شاء الله تو نسمعوه من بعد، لكن إيش قولك كان نمشيو المود آخر توا مع أميرة؟ عملنا برشا جو، كملوا نسمعوا أميرة ومن بعد نحكي وإن شاء الله في مشاريعكم المستقبلية. أميرة شنو باش تقدم لنا؟ نبداو بحاجة شرقي، بتونس بيك. نعملوا بتونس بيك. بتونس بيك لوردة الجزائرية الرائعة هذه الأغنية.
بتونس بيك بصوت الفنانة أميرة القلعي.
يعطيك الصحة. شكرا لك أميرة القلعي، من أجمل أغاني وردة الجزائرية، وحبينا هكا نعملوا دخلة قوية موسيقية غنائية من العزف المتميز إلى جورج وصوف إلى وردة الجزائرية، يعطيكم الصحة. والجميل إنه محمد مثلا وعطيل تعاملوا قبل مع بعضهم برشا مرات في برشا مناسبات، وإن شاء الله نشوفوكم لما لا محمد وعطيل، وعليش لا أميرة زادة، نشوفوكم في مشروع هكا مع بعضكم إن شاء الله. إن شاء الله كل حبيب راه أي احنا ديجا الكل. أنا اكتشفت هذايا وقت اللي وصلتوني يعني ما شاء الله عليكم. تعاملت أنت مع عطيل محمد؟ خدمنا مع الفرقة الوطنية برشا، وعملنا برشا حفلات وبرشا ذكريات. هو إن شاء الله تعاود إن شاء الله بإذن الله، وان شاء الله بوركوا با نعملوا نوفو بروجي ان شاء الله بكري، خاطر هي الحكايه تبدا بفكره او فكره صغيره هكا نعرفها، الفكره هذيك اللي تنسال ان شاء الله نبلو روها في ان شاء الله في بروجي ان شاء الله. وافيك بليزير يكون معايا عازف كبير كيما بارتاجي بليزير بارتاجي، خصوصا عطيل انه فما حركيه ثقافيه توا نحسوا بها موجوده في تونس، يعني بعد الكوفيد وانت حكيت على 3 سنوات يعني اللي ضر منهم الفنان التونسي عجيف. بالحق صارت حركيه محلاها، ولا فما مهرجان الموسيقى اللي يعطي حق العازف عطيل، واللي اكتشفنا منه برشا عازفين وموسيقيين ممتازين في تونس، وما نحبش هذايا مش رمي للورود، لانه اكثر من فنان يزورني في ليالينا يقول له عطيل، يقول لي عطيل من احسن وابرز عازفي الكمانجا حاليا في تونس. تحيه ليك واكيد للموسيقيين اللي معانا، لانه فيهم اساتذه اكيد وتتعلموا منهم اكيد. طبعا طبعا الموسيقى راهي اهم حاجه، البارتاج هذاك اللي عسان، اذا كان باش نتعلم باش نتعلم من بعضنا، باش ناخذوا من بعضنا، باش نقسموا اللحظه هذيك باش يقعد من بعد يقعدوا كان الحاجات الباهيه. اي وكانت تقدم لنا المعزوفه، المعزوفه نتاع قبيله اي هي عباره على رحله معناها بلد، واحد قاعد يتجول في ذكرياته هو الموسيقيه، خاطر ما فيهاش كان موسيقى تونسيه، تنجم تكون فيها خلفيات اخرى. أي. اللي انا الموسيقى اللي عزفتهم مزيج ما بين الانواع، كما نتكلموا نحن حديثنا مزيج ما بين برشا لهجات وبرشا لغات، هكاك معنى التلحين والموسيقى هذيك كيف باش تعبر على روحك انت باللي تعرفه، وباش تحاول تغوص في روحك باش تخرج كل الجمل الموسيقيه. نشوفوا في بعض الصور عطيل، لانه انت الى جانب كونك عازف يعني على آلة الكمانجا وتعمل تقدم سلوات، انت تعزف ما في عروض مهمه، وعزفت في عروض مهمه ومهرجانات مهمه جدا، وكنت تبرز ما شاء الله عليك، يعني فما فنانين يطلبوا منك باش تقف في وسط العرض وتقدمك السولو هذاك ولا العزف هذاك الجميل، اللي هو بمثابه نجم نقولوا الاضافه بالنسبه ليهم، وقديش تحلي الموسيقى والعزف المنفرد احيانا العروض. كنت مؤخرا في المغرب، كنت تحكي لنا على التجربه هذه. والله إيش كنت تجربة مهمة جدا، تجربة مهمة جدا مع ثلة من العازفين التوانسة ومع عازفين من المغرب وعازفين من فرنسا ومن أوزبكستان. المشروع هو مع أمين بوتشار، اي كنا معاه في المغرب معناها تورني معناها اي وكيفاش كان الجو، يعني اكل الوجود نتاع عازفين من مختلف الجنسيات، شنو هو الاضافه اللي قدمها؟ والله الاضافه انك كل واحد جايب الخلفيه نتاعو ونتفاهموا، اللي لمنا كلها الموسيقى صحيح بون، نحاولوا نتكلموا بلغه بركه باش نتفاهموا الكل مع بعضنا، ما في الاخر تلمنا الموسيقى دونك
ملمومين هدف واحد، هدف واحد ورسالة واحدة باش نعملوا موسيقى باهية، نخرجوا موسيقى باهية في حلة مزيانة. ومعناها ثم قطايع، ثم دي بيس انسترومونتال، ثم غنية تقدم. مشروع هو انه الجمهور هو اللي يغني، ما ثمش مطربين سامحونا. الجمهور هو اللي يغني، وفما قطايع انسترومونتال في الوسط ممتاز. للحديث بقية نمشي الأميرة. أميرة القلعي، كيف ما قلت وكيف ما قدمتك، أنت ابنة الفنان القدير الملحن أحمد القلعي. الله يرحمه. الله يرحمه. أنت ما قريتش موسيقى، ولكن الوالد منذ يعني صغركم صحيح. كان يحاول يعلمكم الموسيقى برغم أنه كان ضد أنك تدخل مجال الفن. صحيح. كنت تحكي لنا على سيد أحمد الله يرحمه. نحكي لك على سيد احمد. قبل كل شيء انا نحس روحي في دارنا، راه كي نبدا في التلفزه ولا في الاذاعه، هي قبل كانت مؤسسه الاذاعه والتلفزه، انا الوالد الله يرحمه كان موظف في الاذاعه والتلفزه بوندون ما يقارب، كنا نتلاقاو معاه فعلا ما يقارب 40 سنه في لافايت. دونك فوالا هذا سماعي نتاع الوالد. الله يرحمه. صحة جيتي. دونك الحقيقه راهو الوالد قرانا الموسيقى في الدار كلنا، انا واختي وخويا، اما كان ضد انه احنا ندخلوا للدومين، ديما يخاف يقول راهي الخدمه هذه راهي تخوف، راهي ردوا بالكم، راهو علاش ما تعملوش حاجه اخرى. وهذيك شنو صار انا معناتها حتى مش برشا، معناها قريت مهندسه داخليه، خدمت مده 13 سنه في المجال، ومن بعد قلت ميرا معناتها كهو معناها يعني من الديكور فما حاجه غلبتني، فما حاجه في الدم نقولوا، فما ناقصه اون سيغتان ساتيسفاكسيون ناقصه. وليت جي فرانشي لو كاب وبديت في الموسيقى، بالرغم اللي انا ما نحطش روحي كمطربه والا مغنيه، انا موسيقيه معناتها، انا نحب نكتب نلحن حاجات كيما كيكا ونأدي معناتها الغناء اللي تنجم نأدي. اما راني الموسيقى كموسيقى نحبها. اي دايوغ انت تحكي توا، انا ما عندك حتى فكره قداش عندي ان غران ريسبي اي اون ادميراسيون للعازفين والموسيقيين. انا عندي انا حتى في الفرق اللي نخدم فيها العازف قبل المغني عندي احترام كبير وعظيم للوالد زادا، يمكن هذاك من خلاله الوالد والد وعمي زادا كانوا موسيقيين كبار. دونك ديما نقعد نغزر لك الحكايه هذيك اللي الموسيقي يمكن مش حتى في تونس راهو باختو الموسيقي العباد تعرف المغني اللي غني، تعرف المطرب قليل ياسر، اربع كعبات اللي تعرفوا كموسيقيين. اي صحيح. معناتها مش ما كانوش ماخذين حظهم، ولكن توا نحسوا كون بشويه بشويه فرض وجوده. بيان سور فرض وجوده بيان سور، فما برشا عباد اللي قاعده معناتها تخدم تعمل في عروض، قاعده تدور معناتها بالموسيقى نتاعنا التونسيه وغير التونسيه، قاعده تعمل في دي ميلونج مزيانين، قاعده تعمل في ديفيزيون، تبارك الله معناتها بالحق حاجه معناتها تقشع البدن. والحمد لله معناتها الموسيقى نتاعنا بخير الحمد لله ان شاء الله. للحديث بقيه نمشي لسفيره الجمال العربي خلود، انت زاده كنت موجوده في القاهره مع مجموعه نجم نقولوا من الجميلات من العالم العربي، وقدمت رساله مهمه جدا تو نحاولوا ناخذوا فكره من بعد ان شاء الله عليها. محمد واميره وعطيل خلود يعني اختاروها مؤخرا كملكة جمال العرب تونس، وتعرضت لبرشا تنمر يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت ضيفتي، ولكن اللي عجبني فيها انها تجاوزت هذاك وتحديت كل الصعوبات، وتعرفوا يعني التنمر حاجة تعب حتى نفسانيا يعني، وتبارك الله عليها جيتنا وجابت لتونس سفيرة الجمال العربي اللي هي أهم من ملكة الجمال العربي. عايشك نادي على المقدمة هذية. اون فيت معناتها سفيرة الجمال العربي ما تعطاش معناتها كل عام، ولا تعطاها كان في معناتها في دي زوكازيون عرفت اكسبسيونيل على الاخر، كان يلقاوك البروفيل اللي يستحق انها تكون سفيره معناتها. راهو سفيره الجمال اوكي هو فما كلمه جمال، اما راهو مشيش كم جمال خارجي، راهو مشيو بالثقافه نتاعك انت شنو عملت لبلادك معناتها، دخلوا شافوا معناتها شنو انا عملت خاصه في بيريود الكورونا، خذوا لي ريسيو نتاع لي دون نتاعي معناتها، قاو معناتها عدد مهول من التبرعات. دونك حتى واحده من اللي كانت معناتها موجودين من البنات وصلت عملت الحاجات اللي عملتهم انا معناتها، حتى سور بوديوم معناتها قاوني كيفاش معناتها نتكلم براحتي على قدام اللجنه، المشروع نتاعي زاد عجبهم
على الاخر معناتها اخترت اطفال القمر. القمر اصلا قعدوا بيتين خاطر ما يعرفوش شنو معناتها اطفال القمر. معناتها تفاجئت من بعديك اللي معناتها المرض هذا موجود معناتها في بلدان محدده. معناتها مش موجودين في برشا بلدان عربيه دونك على ذيك ما عرفوش. دونك عجبتهم الفكره وقعدوا باهتين معناتها كيفاش انا جمعت بين الصحه وبين الفاشل معناتها بين قرايتي وبين خدمتي. دونك هذاك الكل جمع وخلى اللجنه انها تختارني كسفيره الجمال العربي وقالوا اني انا نستحق. معناتها ديجا تتعدى فيديو تسمع معناتها الرئيسه نتاع شوفوا توا في الفيديوهات نتاع التتويج الرئيسه نتاع مهرجان مسابقه ملك جمال العرب. معناتها قالت لك معناتها التيتر هذايا معناتها لاول مره نعطيوه وتستحقوا المرأة التونسية تو سامبلومون. وهذايا حاجة تشرف برشا لأنه مقاييس الجمال ديما نعاودوا نقولوها يا خلود راهي ما تقتصرش كان على الجمال. لازم اللي تمثل بلادها تكون مثقفة تكون صاحبة رسالة تأديها وتنشرها هي زادة بطريقتها أمام العالم. وسفيرة الجمال العربي خاطر كنت تبارك الله عليك نشط في برشا جمعيات وخصوصا في فترة الكوفيد وساهمت في أنك تقدم المساعدات للمحتاجين وللمرضى وعندك رسالة. إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله تاو نزيد ونشوفوا شنية أحلامك. لكن تبقى هذه الصور أكيد عزيزة وغالية عليك بعد ما تعديت به بعدك الفترة الصعبة اللي تعديت بها. خلود هما دقيقة ثانية استنيوا شكوني هالمرأة التونسية هذه شكوني الطفلة هذه اللي جاي خاطر تعرف أنت أنا وصلت ديجا روتار معناتها أنا مامون نقعد في مصر 10 أيام صار لي مشكلة صغير تاع فيزا. ونشكر مدام نور بويدة التونسية الوحيدة اللي وقفت معايا في حكاية الفيزا وجريت معايا. ونشكر زيدا مدام حنين نصر اللي هي رئيسة المسابقة اللي بصراحة معناتها فاتتني مدة كبيرة نتاع تدريبات وهذاك الكل. معناتها حضرت في مصر كان 4 أيام عوضت لي هذاك الكل. لي كوتش جاوني معناتها وحدي عشان يتدربوا في كل شيء اي ديتاي صغير لازم تتدرب عليه. دونك قعدت سوايع معاه ما ضيعوليش معناتها عوضوا لي الوقت اللي خسرته. دونك هذاك الكل اللي انا فرحانه به وهذاك الكل يقعد لي في تاريخ حياتي يعني. اكيد ويعطيك الصحه خاطر كبشت في حلمتك وهذا مهم جدا. نعقب عليك بربي نبي هذا ما يمنعش اللي هي مزينه برشا نشوف فيها. اي ما شاء الله عليها عملت هما تساور شويه غلط مش كل تصويره اما انا كريتها ما شاء الله ملي دخلت قلت بارك الله معناتها. قول انت تقف خلينا نوريه الشريط احلاه وشنو تكتب عليه تصفيق عليها عاد خلود شرف تونس كاحسن ما يكون ما شاء الله عليها. خلود الجميل في هذا هو التحدي الجميل في هذا انك خديت لقب ياسر نوبل بالضبط لانك حامله رساله مهمه برشا. وانا سمعتك كنت تحدثت على اطفال القمر اللي برشا في العالم ما يعرفوش شكونهم اطفال القمر وحامله رساله ان شاء الله تمشي لبعيد اكثر. وما تنساش يزمك راك تكمل في العمل بالضبط الجمعياتي بالضبط. وتكمل في الاكل اللي قاعده تقامل فيه تعمل فيه في اطار يعني المجتمع المدني تكمل فيه وتكبش فيه ان شاء الله. ان شاء الله للحديث بقيه نرجع لمحمد خاطر باش نحكيوا على جديدك اللي باش نسمعوه زينه. هما لابسين اليوم بالابيض وكنا نحكيوا على الجمال. زينه هذه الاغنيه اللي شفنا محمد بن صالح في نمط موسيقي مختلف. سمعت اللحن المغربي كنت قدم لنا هالعمل هذايا وكيفاش جاتك الفكره محمد باش تعاود تحيي هاك الاغنيه هذيك اللي تحبها معناها ملي انت صغيره تحبها وتسمعها. اي غنيه نحبها ملي صغير غناوها جروب اسمه راينا راي هما خرجوا تعرفوا برشا سورتو في بريود السبعينات والثمانينات وراهم قصه كبيره على خاطر ليبوك هذيك كيفاش غادي في وهران وفي الجزائر كيفاش طلعوا نمط موسيقي جديد وقصه طويله نتاع الراي. فعندي حاجه ساعات غنايه تقعد لي في نحبها ملي صغيره كتولي امورو بها الغنايه هذيك ملي صغير. دونك كي جاتني لوكازيون باش نعاودها وعملت عليها جو فوالا وباش نسمعوها اليوم اكيد وباش يستمتعوا بها الساده المشاهدين لانهم باش يشوفوا محمد بن صالح في نمط موسيقي جديد ما تعودوش عليه. صحيح هي الناس الناس تعرفني برشا في الطرب اوكي الطرب هو نقولوا نحن الساس اللي تعلمها أكيد. المغني او الموسيقي بصفه عامه ولكن المغني كما كنا نحكيو بكري يعني وعطيل المغني ينجم يغني برشا حاجات معناتها برشا الوان برشا انماط
فوالا حتى اللي كنتي باش تفرهد صحيت لازم تبدل شويه بوليفالونس مهمه برشا بوليفالونس المهم اي حاجه تتغنى بالعربي نجمو نغنيوها حتى بالفرنسي والانجلي هذا هو نقدمه للناس المهم تكون حاجه موسيقى معناها فهو موسيقى نسمعوا في موسيقى وحاجه حاجه نجمو نسمعوها ان شاء الله هذا هو ملا نعطيو فرصه للساده المشاهدين انهم يستمتعوا بالاغنيه هذه مع الفنان محمد بن صالح وزينة فضل محمد أغنية قللوا دل اي قللوا دل اللي هي البارتي اللي يحبوها العباد اي محلاها شوف تو الموسيقى ولات فما انماط تاع موسيقى ماذا بيك ما تطولهمش برشا معناها خمس دقائق ولات تسمى اغنية باهي خلي يفهموا السادة المشاهدين بالحق يعني النمط الموسيقي هذايا ما يستحقش كونه بشي تنجم تنجم تطول اذا كانت تحب اما سورتو انت كي باش تحط على السوشيال ميديا فما دي بلاتفورم ماذا بيك ما تكونش الاغنيه في لا برشا وهي جات هكا الاغنيه وهي محلاها هي الكلمات راني مسجلها لايف معناها راهو مسجلها لايف معناتها ميكسينها مش حاجه سهله كل هي مسجلها لايف فوالا وجات هكا حلوه محلاها والله محلاها اما انا ذكرتني في حاجه انت بكري قلت فما اغنيات يعني جزائريه ولا مغربيه مغروم بهم فما اغنيه باش نطلب منك توا تغني لي منها شويه جزائريه جزائريه من الراي هي من اغاني الراي شاب مامي زعزع خاطري زعزع خاطري اوكي زعزع خاطري تسمعوها ولا ما تسمعوهاش؟ رجعت ضاربه مليح الاغنيه هذه هي تو ليام عديتهم انا كشف العار
خوفي من كشف العار والعديان تشمت فيه وتزعزع خاطري نص الليل ورحت المشوار الليل يا سيادي كيفاش تميل وسحرت عقلي وعيني تزعزع خاطري نص الليل رحت المشوار اللي بيا يا سيادي كيفاش تميل وسحرت عقلي وعيني كي وصلت لها سمعت القدام حلت الباب عليا كي وصلت لها سمعت القدام حلت الباب عليا صبرني عليك سلام نبغيك عزيت تكوني حدايا بيت سهران مجاني نام حتى الحال بان عليا اشتاي صبرني عليك سلام نبغيك عزيت تكوني حدايا ياك نبغيك والكتب حرام فيك سبي غير انت يا ياك نبغيك والكتب حرام فيك سبي محلاها هالاغنيه ومحلاها الاداء واكيد نتمناو لك كان النجاح والتوفيق شكرا شكرا لانه عندك هكا خامه صوتيه خاصه بيك وقادر ما شاء الله عليك محمد بن صالح انك تأدي كل الانماط الموسيقيه يعطيك الف صحه والله شكرا قولك عتاي شفتك قديش منسجم مع محمد المشروع قاعد نظن يتبنى توا ان شاء الله يتبنى اما ليه هو النمط هذا متشبع به النوع نتاع المزيكا هذا متشبع بالرغم اللي الناس ما يعرفوش الناس ما يعرفوش برشا حاجات النمط هذا كان اللي نوريه لهم نحن اي معناها يشوفوا يحبوا يحطوك مثلا في قجر هكا انت تعمل تربي بركه انت بتعمل تغني تونسي انت تغني شرقي انت فهمت يعني نحبوا كل واحد نحبوا نحطوا العبيد في ديكاز هكا ومش نرتاحوا ما نقعدوش هو الفنان ديما يحب يغامر يحب المغامره الفنيه احنا رانا نسمع اني كي نطلع في كرهبتي راهو مش ديما نحط غناء عربي يعني خلينا نقولوا 50% عربي 50% نسمع حاجات نحب مايكل جاكسون يعني مايكل جاكسون عندي قصه حتى في الغربي ما شاء الله مايكل جاكسون قصه صغيره هكا وظريفه
قبل وني صغير بابا يلعب عود، عز الدين بن صالح نوجه له تحيه. اي تحيه لي. يلعب عود بابا غنايه من عام 1955 تسمى جديده عنده لي. هذه جديده بصراحه، فهمت كيفاش يعني تلمو يحب التقاطق وعلمني برشا حاجات وتعلمت معاه برشا حاجات. المهم وقت عمري نذكر 5 سنين هكاك في بالي الموسيقى الموجوده في الدنيا هي ام كلثوم نجات صغيره، هذاك هاك شفما موسيقى في الدنيا ما كاش خلق ربي. فجأة عمي يرحمه حط لي بيلي جين مايكل جاكسون، اون ديري واحد طول عمره ياكل مانيش عارف في اللوبيا وما ادوله كعبة تشيز كيك، كيفاش حط لك بيلي جين؟ هذه غنية مفترق طرقات. في اكتشفت انه العالم فيه برشا انماط موسيقى من الهند للصين لامريكا لتونس المغرب وكذا، دونك من وقتها وليت مغروم برشا نحب نسمع انماط موسيقيه مختلفة. اخرى حتى كي نبدا في الكهرباء نسمع برشا حاجات هكا. والتأدي الغربي زادك احسن ما يكون. نجمو نقولوا حاجات غربي على خاطر احنا نجمو نغنيو وان بليس نجمو نقلدوا، معناتها ساعات كي نسمع حاجه نتذكر يعني قبل يعني صوتك تنجم تقلد بوش معناتها نتذكر قبل اول ما طلع زياد غرسه طلع على الالبوم تاع مقياس نتذكره. نحافظوا بالعربه بالعربه معناها فهمت وقتها نقلد فيه بالطريقه نتاعو يعني كانوا يقولوا لي شوف النمط التونسي راهو نمط صعيب، هو صعيب في القواله وفي العزف نتاعو. تحيه لي زياد غرسه صعيب النمط التونسي في القواله نتاعو وفي العزف في كذا. قالوا لي اسمع كان نذكر هكا معناتها في الدار يقولوا لي شوف كان وليت تعرف تغني التونسي دونك راك صحيح وصلت للستاج شنو الحل؟ قلد زياد غرسه تفضل. ما هي مرحلة التقليد يعني ما شاء الله الوالد كان مدرسة تتعلم حتى العزف تقلد تقلد عازفين باش تخلط انت بعد تخلق السيل نتاعك. شفت حتى التقليد فيه حكمة يعني لازمك تحفظ في التكوين نتاع الفنان والعازف ولا المغني ولا كيما البيبي اللي يتعلم يتكلم من الاول هي حاجة كيما هكا الموسيقى يعني نحن نتبعوا هي اصوات نسمعوها ونحاولوا نترجموها معنا ان شاء الله نخلطوا هكا نخطفوا حاجه غربيه نسمعوها منك. اميره بالله. كان يحكي على الوالد ش تعلم من الوالد وش علموا الوالد، انت شنو اللي تعلمت من مسيره الوالد؟ شنو اللي قعد لك عالق في ذهنك من الاغاني اللي لحنها الوالد؟ شنو ما الاغاني الاقرب اللي من قلبك ولقلبك يعني علمنا منه؟ هو الحقيقه هو بابا معروف برشا باللي كونسيرتو وباللونغيت وبالسمعيات وبالحاجات هذيك الكل، اما انا الحقيقه تعز على قلبي برشا اغنيه معينه اللي هي اسمها من غير سبب، كلمات رضا الخويني، تلحين احمد القلعي وغناء احمد القلعي، الاغنيه هذيك نحبها برشا. اميره عندك زاده اخوتك اخرين مغرومين بالموسيقى؟ صحيح. علمهم الوالد الموسيقى؟ صحيح، عندي خويا اللي قرا في المعهد العالي للموسيقى بتونس واللي هو زاد معناتها خدم برشا في المجال الموسيقي، من بعد اختار باش يتبع معناتها مجال اخر. يمكن حتى اثر عليه كلام بابا، خاطر كيما قلت لك راه بابا الله يرحمه ما كانش يحبنا نعمل الموسيقى. هو بدا على بكري خويا ملي عمره 13 14 سنه بدا يخدم في الموسيقى، في عمر معين بطل. انا بالعكس انا صغري الكل ما عملتش الموسيقى وبديت من بعد. اختي زاده كانت تعمل في الموسيقى في المدرسه، من المدرسه للليسي معناتها ديما تشارك في وعملت حتى تلفزه زاده كيف معناتها غنيت في التلفزه، مغرومه برشا وتحب الفنون الكل، هي استاذه مسرح. دونك الكلنا راهو نمسوا سبحان الله نمسو. يعني زرع فيكم اكل محبه احنا على خاطر تصور انت في دارنا في دارنا معناتها بريس كل يوم يا فنانين والحان وعازف يا ملحن يا عازف يا ديما فما شكون في الدار معناتها ديما فما غني بابا يا ينوت يا يلحن يا بحده شكون يعلم فيه معناتها هذيك هي عيشتنا وهكاك تربينا واحنا ملي احنا صغار ماشي في بالنا هذيك الدنيا ما الدنيا موسيقى. ان شاء الله تكونوا خير استمراريه للوالد اللي احنا حبينا من خلال منوعه ليالينا ان شاء الله نقدموا لروحه لمسه وفاء بامضاء الزميله ايمان عبد القادر، مونتاج بثينة رديجي، ثم نواصل. بينه وبين آلة العود حب تجاوز كل الحدود، حب جعل اسمه يقترن بالآلة واسم الآلة يرمز إليه، فكانت رحلة مبدع
استطاع أن يضمن لنفسه الخلود. هو الفنان أحمد القلعي الملقب بملك العود. ولد يوم 5 أكتوبر 1936 ونشأ في مناخ عائلي موسيقي، إذ كان والده علال القلعي عازفاً على آلة الكمان، كما كان شقيقه محمود القلعي عازف كلارينات وناي، بينما كان أخوه رضا القلعي عازف كمان. كان القلعي شغوفاً بعالم الموسيقى، تعلم على يد والديه المبادئ الأولية في العزف على آلة العود، وعلى هذا الأساس سعى دائماً إلى دعم معارفه في الموسيقى العربية من مقامات وإيقاعات على يد كبار الموسيقيين أمثال صالح المهدي وعلي السريتي، كما كان متأثراً برياض الصنباتي ومحمد القصبجي. من جهة أخرى تميز الراحل بعدم اكتفائه بالموسيقى العربية، فقد كان منفتحاً على عالم الموسيقى الكلاسيكية والغربية، والتحق بأول فرقة للإذاعة التونسية. يعد القلعي من أشهر عازفي العود في تونس والعالم العربي، أسهم في تكوين جيل من عازفي العود في المعهد العالي للموسيقى. لحن ملك العود لعديد الفنانين كالهادي القلال، سيدة نعمة، يوسف تميمي، سلاف وغيرهم. لمع اسم القلعي كعازف عود وملحن تونسي في تونس والعالم العربي، واتسمت تجربته بالثراء. حلق عالياً في سماء الإبداع الموسيقي. يوم 12 أكتوبر 2008 رحل أحمد القلعي عن دنيانا، لكنه بقي راسخاً في الذاكرة الفنية، لأنه لم يكن مجرد عازف منفرد على آلة العود، بل كان علامة استثنائية في تحريك أوتارها، ومعزوفاته خير دليل، وهو مدرسة إبداعية في تعليم أصولها. Just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Oh, some people think that the physical thing defines what's within. I have been there before, and that life's a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want time or rings, and some just want everything. القلعي، وتحية مرة أخرى لعازفنا على آلة البيانو رامي المكور، يعطيها ألف صحة. وما زلنا مواصلين أعزائنا المشاهدين، وتوا باش تستمتعوا بمعزوفة بأنامل عطي المعاوي. شنو اخترت لنا يا عطي؟ باش نعملوا أغنية. باش تعمل باش نعملوا أغنية؟ نعملوا أغنية بالعزف. بالعزف، إي اللي هي شنو اخترت لنا؟ نحركوا شوية جو، أمانة ماني ألمانيا. هي مثلا يلا بتشجيعكم العازف المتميز عطي المعاوي.
يعطيك الصحة. احنا نقولوا كي عازف وموسيقي يعزف مليح نقولوا نطق الكمانجة. نطقت الكمانجة وخليتنا كأنه نسمعه في الكلمات متاع الأغنية. يعطيك الصحة عوتاي، تصفيقة مرة أخرى على عوتاي، وتحية لدي جي كاسوس دادا، يعطيه ألف صحة. قبل ما نواصلوا مع عازفنا رامي المكور وباش تقدم لنا حاجة على آلة البيانو محمد بن صالح، نرجع لخلود. خلود، أكيد المسؤولية كبرت، أكيد الحلمة كبرت خلود، كيفاش ناوية تستثمر من هذا اللقب سفيرة الجمال العربي، يعني التونسية اللي فازت بها التيتر هذايا وبها الجائزة هذايا، شنو ناوية تستثمر من خلالها؟ شوف انا واحده من الناس معناتها عندي برشا طموحات، عندي برشا حاجات معناتها نحب نعملها، مي اكثر حاجه نحب نستثمر فيها اللقب هذايا انه نخدم اكثريه على المشروع اللي قلت لك عليه اللي هو اطفال القمر. بيان سور معناتها هي الفكره موجوده وانا موجوده، اما لازم معناتها يكون فما دعم بيان سور، معناتها خاطر كماتيير بروميير معناتها ماهيش موجوده في تونس، دونك نحاولوا ان نخلقوا حاجه، دونك هذه ما نجمش انا نوفر وحدي، معناتها لازم كما قلت لك معناتها لازم دعم باولويه، دونك دي اكثر حاجه نحب نخدم عليها. بيان سور معناتها زيد نطمح زيد في حاجه تبع دومين ميديكال، معناتها تعرف انت قاريه انا جينيتيك والكل، معناتها ان طونك جيني جينيتيك نجم تجمع بيان سور الهدف نتاعك مع اللقب هذايا وتنجم تقدم حاجه في نفس الاطار. هو شنو هي معناتها اطفال القمر؟ معناتها هو حاجة جمع بين حاجة ميديكال على خاطر فما حتى حد ينجم يفهم المرض نتاعهم والصحة نتاعهم والنفسية نتاعهم كان انه يكون عبد في الميديكال، معناتها هذيك حاجة أولية. والحاجة الثانية معناتها مشروعي انا اون طونك ستيليست زاد فاشن ديزاينر وكل، دونك فما حاجة باش تجمع بين اللبسة وبين الطب، دونك هذيك الحاجة اللي حبيت انا نخدم عليها، وهذيك كما قلت لك قبيليك معناتها أكثر حاجة عجبتهم في لجنة التحكيم في مصر، دونك أهداف برشا معناتها برشا طموحات برشا أحلام برشا أهداف بين الطب بين الفاشن بين تحقيقها. لكن تحقيقها هو السعي. شنو تحقيقها؟ تحقيقها هو السعي بالطبيعه، معناتها ان شاء الله من المنبري هذايا من وجودي معاك ندي معناتها علاش ليه تنجم تتحرك برشا حاجات ونستثمروا الحاجه هذايا ونصنعوا عليها، نجموا حاجه هذايا نخرجوا منها راه مش من تونس كها ونخدموا عليها، نخدموا حاجه على الشيء الانترناسيونال معناتها فوالا، دونك هذيك هي ان شاء الله ربي يوفقك. مغرومه شنو في الموسيقى؟ كل الفنانين اللي قراب هكا القلب كله. شوف انا والمود نتاعي. أي. مثلا كي نبدا هكا شيخه عامله جو هكا والكل نحب نسمع برشا طرب. أي. برشا معناتها ام كلثوم فيروز ميادة الحناوي معناتها برشا ورده نعش حاجه هكا نحب نخرج نحب نجيب معناتها طاقه ايجابيه هكا مع الاوكسيدونتال اكثر حاجه دونك المود كي يبدا هكا شويه حسينه بيان سور مش تمشي تسمع حاجات هكا دونك نسمع الانماط الكل. أي. وانا اليوم فرحانه برشا اللي قاعده مع قامه كيما محمد بن صالح، اول مره نسمعه معناتها من اجمل الاصوات الحقيقه صراحه. معناتها انبهرت كيما المره اللي فاتت زاد انبهرت بنهير حايم زاد ياسر ما شاء الله كيف كيف زاد اميره اكتشاف خاصه في الاوكسيدونتال عجبني برشا جوها الاوكسيدونتال تحس اميره شرفني انا نكون موجوده معكم اليوم. يعيشك وبالتوفيق وما زلنا مواصلين مناوعتنا. وشنو اختار لنا محمد بن صالح؟ غني وحاجه غني وحاجه ملحم الله الله حبي اللي غاب الله الله. يلا بتشجيعكم الفنان محمد بن صالح وعازف آلة البيانو رامي المكور، تفضل. الهنا
عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا وبتشرق لمين 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 شمسك يا دني من بعدك لمين 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 الزهر بينحني وبتشرق لمين 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 شمسك يا دني يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي زواد الليالي حياتي أنا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي زواد الليالي حبيبي أنا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حبيبي أنا صالح كيف ما نجيما نقول من أجمل الأصوات التونسية تحية العازف البيانو رامي المثور يعطيه ألف صحة اللي صاحبه شكرا على هذه المتعة يا محمد والله شنية المشاريع إن شاء الله اللي قاعد يحضر لها محمد بإذن الله شوف هي فما برشة مشاريع معناتها مطروحة عندي برشة دي بروبوزيسيون ما زلت حبر على ورق ان شاء الله يجي نهار وتشوف الضوء فما انتاجات ان شاء الله انتاجات خاصه ان شاء الله تري بيانتو وقت اللي يكون الوقت مناسب ونهبطوا حاجه جديده ان شاء الله وفوالا المشاريع ما عادش تغيب يا محمد سامحني ما عادش تغيب شوف راهو شوف باش نقول كلمة هكا حاول تكون حتى متواجد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ولات مهمة برشا اي صحيح صحيح وساعات ما نلقى ما نغني كي نجي في نهبط غناية صدقني بالحق نحب نغني غناية ما عرفش كيفاش ذولي هكا اما يعني صعيب في اختياراتك مش حكاية صعيب اما نحكم على روحي برشا مثلا لاني ياسر قاسي مع روحي تو باش نرجع نتفرج ليميسيون باش نطلع روحي 20,000 غلطة نعرف نصلحهم على روحي ويلزمني نحاول لك هذه نصلحها وهذه نصلحها واليوم ما تقلق شوية مريضة في بالك انت بالموضوع اي لا مريضة اما لاباس تعدي لا لاباس ما شاء الله عليك المشاريع الجديدة كما قلت لك ان شاء الله بوتيت ينجم يكون فما كوميدي ميوزيكال مع محمد علي كمون ان شاء الله على مازلتك قاعده تطيب قاعده تطيب بشوي بشوي ونستناو في الثقافه ترجع بالكده ترجع معناتها الوزاره ترجع ان شاء الله نشوفوك في عروض والله ان شاء الله ان شاء الله في عرض اوتيل مثلا هيك فكرتني تو قرب دات يعني اوفيسيل نجم نعطيها للناس نجم يجيو لو 4 افريل في سوسة في دار ثقافة في سوسة الاختتام تاع مهرجان في إطار سهرات رمضانية يعني العروض الرمضانية أبار السهرات البريفي تعرف برشا سهرات يتنظموا في رمضان لو 4 أفريل مرحبا بالناس كل يجيو سوسة يتفرجوا في العرض اللي باش نقدموه في اختتام مهرجان
المدينة. المدينة إن شاء الله بالتوفيق محمد. مازلنا رانا باش نستمتعوا بهالصوت هذا، انا ما نحبش نحكي برشا، ماذا بيا نسمعك اكثر الحقيقه. اي نغني. اميره اميره قدمت انتاجات خاصه، اجتهدت وقدمت انتاجات خاصه وصورت كليب اميره، خلينا نعطيو عليه فكره للساده المشاهدين حتى في ظرف دقيقه ثم نواصلوا نحكيوا عليه. انت حاضره. حسيتك في وقت الشدة بالباهي والمر تعدى، أما اللي محبة ما تشدة زيد منه خطا حطيتك والفي وفي علمك، حطيت اللقمة في فمك حتى دمي ولا دمك ولا رخص تنهار. صورت الدنيا بعينيك وما قبلتش عيشة بلا بيك، عطيتك جنة بيني دي تكفيني بالنار. صورت الدنيا بعينيك وما قبلتش عيشة بلا بيك، عطيتك جنة بيني دي تكفيني بالنار. ما عارف في بدني بقى لك بكل اوجاك، كل شي بقى في شعر حكايه، حكايه حب معاك. كانت هذه لقطة من كليب صورته الفنانة أميرة القلعي. كيف جاتك الفكرة متاع تصوير كليب أميرة؟ هو البروجي اللي تي بيرسونيل، راهو معناتها المشروع كان قاعدة في الليل بديت كلافيي وبديت نكتب في الأغنية هذيك. ومن بعد ما نعرفش علاش قلت علاش ما نصورهاش. إيفيكتيفمون مشيت صورتها وهبطتها، ولكن ما ساعدتهاش، ما عملتش لا سبونسورينغ لحد شيء، خاطر اولا واخيرا هو سيتي ان بروجي بيرسونيل. ما عملتهاش يعني الاغنيه عملتها في مود في ظروف معينه وفي قاعده ديما حاجه انتيم معناتها اللي انا ما نشرتهاش. فهمت مي البرودكسيون كنت نخمم برشا في البرودكسيون. المشكله انا بعد ما عملت اميل جات الكورونا بيان سور، الناس الكل وقفت وانا منهم. ما يمنعش اللي انا بديت في برشا مشاريع، كتبت برشا اغنيات وبديت في برشا مشاريع، واهم مشروع عندي في مخي هو الغوبريز نتاع اغنيه عمي ناري على سيدي القلعي. الله يرحمه. الله يرحمه. ناري على جرجيس وبناويته. وبديت في البروجي وان سيغتان ماما قلت لازمني بتيتخ نبدل لارانجمون، دونك هذاك علاش تعطلت. اما اول حاجه ان شاء الله باش نعملها ان شاء الله اول بروجي، اول بروجي جاي هو ناري على جرجيس ان شاء الله. للقدير المرحوم عازف آلة الكمانجا اكيد مدرسه عطيل طبعا، المرحوم رضا القلعي يجي يعمل سولو معايا. اي ان شاء الله. ان شاء الله سولو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك اميره. شنو باش تدندن لنا توا؟ شنو باش تغني لنا وانت بحدينا؟ والله كان يغني معايا محمد اي مثلا ما نقولش لي يال هاي مايسترو وينو وما تعرفوش انه عطايل يغني مليح ما نحفظش كلام. اي غني لنا اغنيه كمان، انا نحب العازفين كي يغنيوا. انا ما نغني كان لازم الاوراق يبداو قدامي هكا. خليه لي هذاك من هوني لبعد توا. شنو اخترتوا باش تسمعونا؟ الاي بي يسالوني. الاي بي يسالوني تستمتعوا بها بصوت الثنائي اميره القلعي ومحمد بن صالح وفرقتنا الموسيقيه اكيد في العزف. تفضلوا.
حبتني فرحني فرحة دير بطار. قلبي بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول أكون بحبك أكتر من نفسي حقيقي حيروني حقيقي حيروني بالردي وغلبوني عندي الأسباب كتير وحقول إيه ولا إيه. صح. شكرا للفنان محمد بن صالح والفنانة أميرة القلعي على أداء هذه الأغنية الجميلة لوردة. وتعرفوا أعزائنا المشاهدين أنه في مناوعة ليالينا لازم نقدم لمسة وفاء لفلسطين الحبيبة، للشعب الفلسطيني، للشعب الفلسطيني في غزة اللي ما زال يعاني من الإبادة الجماعية. لمسة الوفاء هي بإمضاء زهرة فضلي، مونتاج بثينة رديدي، ثم نواصل أجواء منوعة. لا شيء أشد ابتلاء من فقد فلذة الكبد، ولا شيء أصعب من أن ترى أطفالك حفاة عراة دون مأوى أو طعام وأنت تقف عاجزا حيال ذلك، ولا شيء أقسى من مشاهد الموت والدمار والتهجير المحيطة بك من كل جانب، ورغم ذلك يتراءَ لك من بعيد بصيص أمل. كل هذه الابتلاءات دروس صعبة وقاسية نتعلمها من الأمهات والآباء الفلسطينيين الذين جعلوا سلاحهم التوكل على الله والصبر على بلائه والثقة المطلقة به. إنا لله أشرفك وإنا إليه راجعون. هل عيطتش يا زلمة؟ أنت زلمة؟ كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجبني في مصابتي واخلفني من أخاب الجنة. علمونا أن تهذيب النفس على الصبر على البلاء يكون بالشكر في الخير والشر. الحمد لله كلمة ترددت على لسان الكثيرين في أشد حزنهم حتى بتنا نخجل من أنفسنا حين يضيق صبرنا على أتفه الأشياء. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Allah is all knowing. أمهات ثكلى ودعن أبناءهن الشهداء بالزغاريد رغم نار اللوعة المقادة في أفئدتهن. أباء حملوا نعش أبنائهم كحمل الجبال الرواسي وكلهم إيمان وصبر. وكثيرة هي الدروس والعبر التي وجهها الفلسطينيون للعالم، ومن لا يتذكر الكلمة الشهيرة معلش للصحفي وائل الدحدوح حين فقد زوجته وأبنائه وغيرها من مشاهد تأبى النسيان. انتقموا منا في الأولاد، انتقموا منا في الأولاد، معلش.
الأب والأم الفلسطينيين فضلا عن أنهما مثالين للصبر والصمود، فإنهما أيضا مدرسة نتعلم منها معنى حب الحياة، فقد صنعوا الفرح لأبنائهم وهم تحت القصف. تلك الأم التي احتفلت بعيد ميلاد ابنتها وكأنها تقول لها لا تخافي، هي ليست أصوات صواريخ وإنما شماريخ احتفالية، والأخرى تصنع رغيفا لأطفالها رغم الإمكانيات المنعدمة. حياة تنهض كل يوم من تحت الركام، تنفض غبار الأمس وتجدد ثقتها في الله بأن النصر قريب. معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين، معلش كله فدا فلسطين، معلش معلش كله فدا فلسطين. هذا الشعب الفلسطيني اللي لقنا دروس ولا زال يلقنا دروس. كل مرة نحاول ناخذ زاوية، حكينا برشا على الأطفال، حكينا على حب الحياة، حكينا على أشياء وزوايا عديدة قاعد يعطينا من خلالها الشعب الفلسطيني في دروس في الحرب على غزة. اليوم اخترنا شنو أعظم من الأم والأب، الأمهات والآباء في غزة، أك الصامدين، أك اللي يعطيوك دروس في التحدي، في حب الحياة، في الأنفة، في الشموخ. يعني ما نجم نقوله كان إن شاء الله ربي ينصركم، إن شاء الله النصر قريب بإذن الله. نحب نخلي لكم التعليق محمد بن صالح. الوضع في غزة اليوم يعني ما تعرف، حتى رفح، مدينة رفح المحتل الصهيوني قاعد يقصف فيها الآن، يعني من نزوح إلى نزوح، ورغم كل هذه الأوضاع الصعبة الشعب الفلسطيني والأمهات والآباء الفلسطينيين صامدين. أي اليوم ولو فما على الأقل 1.5 مليون وهدين بالمجاعة في فلسطين، الموت خطر، أي على خطر ما يخليهم مش يدخلوا لهم حد شيء، لا دواء لا ماكلة لا ماء لا صرف صحي، ما فهم حد شيء. والسؤال هو علاش العالم الكل يتفرج، يتفرجوا على 2.5 مليون إنسان قاعدين يطحنوا فيهم، يقتلوا فيهم، معناتها بإبداع في يجربوا عليهم، إبادة جماعية، إبادة جماعية، والناس الكل تتفرج. يا أخي حتى باش ندخلوا لهم شوية ماكلة لا، يعني شنو هذا؟ شنو هذايا معناها؟ إن شاء الله ربي علاش ما علاش ديما بحق. فما أسئلة نحب معناتها نحب يجاوبون عليها من اللي صغير، نتسائل في الأسئلة هذية، علاش كلنا نتفرجوا هكا، نتفرجوا كاو معناتها سي مالورو. احنا كيف ما ديما نقولوا ثقافة سلاح والفن سلاح، وما يلزمش نعتادوا المشهد، وندعي وندعي وان شاء الله ربي يكون معاهم، وان شاء الله ربي ينصرهم، ان شاء الله ربي ينصرهم، وان شاء الله ربي يظهر الحق، ويوما ما يظهر الحق ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ربي معاهم يا رب. اميره والله كيما الناس الكل حقيقه مصدومه قدام الصمت الرهيب نتاع العالم ونتاع الحكومات اكثر من العالم، خاطر العالم الحاجه الوحيده اللي بدات تتحرك اللي العالم بدا يفيق، الشعب الشعوب بدات تفيق، لك الحكومات ماهيش قاعده تتحرك. حاجات كيما كيكا صحيح توجع القلب، وما تعرف علاش الفلسطينيين مازالوا شادين رواحهم وصامدين، على خاطر ربي وعدهم ان وعد الله حق. صحيح ربي وعدهم هم مأمنين اللي فلسطين عاجلا ام اجلا عاجلا بشترجع. هذيك الحاجه اللي شدتهم للحياه. قول لك اللي يسالش، اللي يموت منا حاشاكم باش يمشي للجنه، واللي باش يعيش منا راهو باش ترجع له بلاده. وربي معاهم وان شاء الله ربي يظهر الحق، ان شاء الله ربي ينصرهم. عطيل والله ايش عندي باش نقول، اللي نشوفه فيه ما يفرحش. مجتمع دولي كله يتفرج، لا قوانين دوليه ولا قوانين دوليه كلها ولا حقوق انسان، كلها شعارات بين كونها شعارات زيرو. ما خرجوهم كان الدول الضعيفه والواحد، اما الدول الاخرى من مش دول هما العبيد الاخرين ما يسالش، يعملوا شي يحبوا ونغطيوا عليهم ونهزوا فيتو وما خليوش. معناها الشعب كامل نحرموه من الماء من الضوء من كل شيء، يعني الموت ببطء، ما خلطناش للماكله معناها، حتى باش يوصلوا صوتهم ما عادش ينجموا يوصلوه صوتهم.
معناها ما تخليش الصحفيين يدخلوا ما تخليش معناها تعتيم دولي وصمت ان شاء الله ربي ربي ينصرهم. ربي ينصرهم هذاك شنو نقولوا احنا موقفنا تونسي الحمد لله موقف واضح ويدعو للفخر ما نجمو نعاونو كان بك الكلمه ما نجمو نعاونو كان بك اللحن ما نخليوش القضيه تتنسى ما نخليوش الناس تعتاد المشهد وتعتاد معناها تنسى تنسى كونه فما حرب لاشهر يعني إبادة جماعية من الاحتلال الصهيوني لا خصوصا هالفترة لأنه ننسى ونتذكر ولكن توا بالحق بعد هالإبادة الجماعية واللي قاعد يصير فيهم إلى حد التجويع ما يلزمناش ننساو أكيد أنت باش تقدم لمسة وفاة لكن قبل هذايا خل ناخذ التعليق من عند خلود. ندي بصراحة احنا كنت معنا في المسابقة اللي في مصر كنت معنا فلسطينية دونك حبيت ندخل هكايا نشوف معناتها هي معناتها شنو هي هالقوة اللي عند الفلسطينيين شنو هي معناتها فرانشمون كي تشوف وتحكي معها تشوف عندها قوة إيمان كبيرة قوة صمود زادة كيف كيف وعندهم صبر غير عادي معناتها كان جيت دولة أخرى سي بون معناتها استسلموا راهو سيي معناتها شعب آخر كان جاي شعب دونك نتعلموا منهم نتعلموا منهم بالكدا معناتها كيف ما قلت أنت درس قوي معناتها في الإيمان وخاصة الإيمان بالله وهذه قضية مش قضية دين الإسلام معناتها قضية مسلمين كهو هذه قضية إنسانية بحتة دونك إن شاء الله ربي ينصرهم. احنا بدينا نقربوا من ختام منوعتنا انا اكيد بالزهور باش نحييكم وباش ننطلق معك انت محمد بن صالح لانه باش يكون معك مسك الختام ان شاء الله كاخر اغنيه باش تقدمها لنا شنو كلمه الختام شنو تحب تقول محمد؟ ان شاء الله العالم الكل يعيش في سلم وسلام ان شاء الله نشوفوا ايامات حلوه ومشرقه في بلادنا ان شاء الله في المستقبل يا ربي على خاطر نحنا من نجم نقولوا كان بلاد يحلو فيها العيش وبلاد صحيح. احنا نحبوها خاطر المول نحبوها ديما نتكلموا وديما هكا علاش نكعر ونحنا بين قوسين خاطرنا نحبوها ولا وتحيه بالزهور نحييكم زهور عبد الكريم بن صالح تحيه ليك شكرا يا عبد الكريم تفضل ولا هذه أحسن حاجة نتمناها وإن شاء الله ديما والناس اللي تفرج فينا الكل إن شاء الله يكونوا بصحة وخير. حاب نسلم على بيا بن صالح واسكندر بن صالح تحية لهم تلفزة أولادي تحية لهم وصيوني زعما باش يحكيوا لأصحابهم بعد في المدرسة زعما شنو تحب النصيحة اللي تقدمها لهم على الطاير؟ يحبوا يطلعوا كيما هما يحبوا يقعدوا يذكروها يحبهم يطلعوا كيما هما يحبوا حبهم يعيشوا في عيشه يعني نفسانيا مرتاحه حبهم يعيشوا فرحانين بلوس ليموها يعملوا الحاجات اللي يحبوها ويعيشوا فرحانين احنا نساندوهم وان شاء الله ربي يفضلهم القوه والصحه باش نوصلوهم ان شاء الله ونكونوا بخير يا رب ان شاء الله ربي يفضلهم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. انا كنت سعيده جدا بوجودك معايا اليوم خلال منوعه ليالينا. ربي يوفقك لانك تستحق اكثر من المكانة اللي أنت ماخذها في بلادك. لا أوكي صحيح كلامك بالحق يمسني ياسر إن شاء الله. شوف راهو مسيرة فنان راهي ماهيش سهلة مش هكا راهو تولي يعني تعرف احنا في صراع معناتها حرب باش تشد بلاستيك اللي تستحقها والإنسان ديما طماع والفنان ديما طماع يحب ديما أكثر أكثر أكثر. عندي أن أوبجيكتيف في مخي عندي تصويرة كبيرة وماشي خطوة خطوة ان شاء الله باذن الله على خاطر فما دي بارامتر ممكن اشوف والحاجه ما نعرفش كان طول شويه اما راهو اني فرحان اني غلطت في برشا حاجات فرحان اني باش تتعلم اي على خاطر مش الاغلاط هذوكم مستحيل وشوف جون با تو سول اما معايا اخوات واصحاب معناتها اون ايكيب تكمل معناها ياسين ومنتا الاولاد الكل ان شاء الله ربي يوفقكم ولا ان شاء الله باذن الله بدلوا لي بارامتر قاعد نبدل في لي بارامتر ان شاء الله المره هذه باش باهي المراجعات باهيه تصفيقه على محمد بن صالح. اميره كلمه الختام عزيز سي قبل كل شيء نشكرك انت برشا على الاستضافه بالحق معناتها سامبي شو كور ميرسي بوكو بالحق شيء يعمل كيف. الحاجه الثانيه والله بصفه عليا لازم نرجع لفلسطين رمضان داخل ان شاء الله يا ربي يلقاو دي سوليسيون قبل ما يدخل سيدي رمضان خاطر راهو شهر ماهوش ساهل والعباد هاكم ريتو كيفاش حالتهم ما نحبش ان شاء الله ربي ينصرهم يا ربي اخر حاجه نحب نقولها وما عندي ما نقول بعد ذاك
يا ربي معنا ناس الكل. سينا ربي خلينا بلادنا، ربي خلينا تونس، ربي خلينا حتى الموقف. أنا جو سوي فيغ اليوم اللي موقف تونس ما في حتى أمبيغيتي. هذا للفخ صحيت ما في حتى معناتها ما تنجمش تأولوا. صحيح كليغينات الحمد لله يا ربي وإن شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. يعيش يعيشك عطايل. كنت سعيدة جدا بوجودك معايا. أنا برشا كيف ما قلت في البداية برشا فنانين يقولوا لي عطايل محلارة وفنان راهو عازف ممتاز، ما سمعت عليك كان كل خير وما شفت من عزفك كان كل تميز اليوم في سهرة ليالينا. كلمة الختام عطايل. والله بخلاف أني نشكرك على الاستضافة، ان شاء الله ثم مشاريع أي جاية أي اقرب، ثم حاجات ان شاء الله في رمضان، ان شاء الله بعد رمضان ثم جي ام سي في ماي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله لويت انا ان شاء الله. وبخلاف ان شاء الله ترجع العجله نتاع الثقافه الحياه الثقافيه اكثر اي والعروض هي من رمضان ان شاء الله باش تتحرك. ان شاء الله نشوفوك متميز كالعاده بعروض خاصه بعطايل معاوي باذن الله. وثم المشروع موجود إن شاء الله. من هنا ربي يوفقك عايشك موجودين وان شاء الله نحضروا البوم باش يخرج ان شاء الله بالتوفيق. خلود كنت سعيدة اليوم جدا بوجودك معنا. كلمة الختام عزيز. اولا انا فرحانة برشا اني انا مرات تونسية، فرحانة برشا اني انا نمثل الجمهورية التونسية، فرحانة برشا نادين اليوم استدعيتني بحديك في برنامج ليالينا وهذا شرف لي كبير على الاخر. حاب نشكر بصفة خاصة مع مدام نور بويدة اللي وقفت معايا بالكدي باش خرجت لمصر، كيف مدام حاني النصر رئيسة مسابقة ملك جمال العرب اللي عطتني فرصة اني انا نكون موجودة غاديكا واللي انا اليوم سفيرة الجمال العربي. حاب نشكر زيدا ابتهي الواجع على الميك اب وصابرين حوفي على الغاب المزيانة، وكيف كيف زيدا نشكر برشا ايمن اوزان على الكورون المزيان هذايا وعلى الاكسسوار اللي لبسهم لي اليوم. محليك عايشك ولا محليك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله ديما تمثل تونس كما يجب. خليك مكبشه فكر الرساله اللي تحب توصلها لانها مهمه ورساله انسانيه متميزه. والجمال راهو مش كان جمال الشكل، الجمال زيدا في الروح، الجمال في اللي تسعى في الرساله اللي تسعى ان شاء الله باش تحققها لانك فتاه تونسيه. بالتوفيق عزيزتي. تحب اي ما نحبش ننسى ان غران ميرسي لا ميزون دو كوتور سي بي سي سيسي سيرين ميرسي بوكو على البانشو المزيان برشا وان شاء الله بالتوفيق. اي محليكم انتم اليوم جوز بالابيض ما شاء الله عليكم. مسك الختام باش يكون مع محمد بن صالح. شنو اخترت لنا مع فرقتنا الموسيقيه؟ اللي تعدى وفات نقولوا اي مسك الختام يكون تونسي اللي تعدى وفات زعما يرجع. هكا اعزائنا المشاهدين نكون وصلنا لختام منوعتنا، ما بقى لي الا نحيي فرقتنا الموسيقيه بقياده المايسترو انور المبروك تحيه اليوم دي جي تاسوس تحيه لي كل الجمهور اللي موجودة معنا. نقول لكم تصبحون على خير، إلى اللقاء يوم السبت القادم بإذن الله. تصبحون على خير. تفضل سي محمد.